الأرض رغم الكونسير والشيميو مع الكلوب أفريكان إلى الممات. إن شاء الله فما رزيل تابعية، إن شاء الله الملعبية الركريتي جديد يعطوا البلوس للكلوب أفريكان. الهيئة بالنسبة للهيئة أنا نقول لهم خدموا على رواحكم وجمهور معاكم يدز معاكم بالقدية بالقدية، وما وسكروا ذنيكم وخدموا الفريق يتعيش. هذا الفريق ما فيهش ما معاهاش يفهمني ولا لا زيادة ولا نقصان، مهما كانت الظروف قسوة الطقس سمش سخان شتاء، حتى كان يجيبوا في 30,000 في 30 درجة تحت الصفر، طيب جمهور النادي الافريقي احنا تربينا على النادي الافريقي خاطر كيان، عمره ما كان النادي الافريقي جمعية متاع كورة، حاجة معنا روحانية داخلة فينا، معنا ما نجموش نعيشوا بلاش النادي الافريقي، وهكا علاش احنا ديما نسيبورتو معاه ونمشوا معاه ونديبلاسوا معاه على الخارج وقالب تونس وخارج تونس وحتى الممات هكا الرب وحتى في جال اولادنا فهمني وصغارنا كل علمناهم على حب النادي الافريقي. اسمي نقول لك الميركاتو النادي الافريقي هي مبدئيا تو كجروب خير من قبل، مانيش باش نكونوا اسوء من قبل، ماشيين في تحسن، ميركاتو في متناول وان شاء الله قدموا الاضافه وان شاء الله عندنا ثقتنا فيهم برشا وباش ندزوا معاهم كيما دزينا مع قبل مع ناس ما تستحقش. اليوم جينا جروب واداره باهيه تخدم ان شاء الله باهيه وتعطي البليس وان شاء الله ان شاء الله فما حاجه باهيه سنان نتوج ان شاء الله هكا يفرحونا، رانا تعبنا ومازلنا نتعب ومازلنا نحملوا شعار النادي الافريقي وندافعوا عليه حتى المنت. جا عادي معناها العادي متاعنا هذا ماهيش حاجه سبيسيال، معناها سوا شمس مطر عصير زلازل براكين جمهور الافريقي ديما في الستاد وديما مع الجمعيه، معناها شنو باهي نحن نقولوا باهي وان شاء الله اللي فيه الخير ربي يسهل فيه قدره ربي. لازم نكونوا رجال سير تيران ويحسوا بينا اننا نحن راهي عباد بالرسمي تابع وعباد يعلم بها ربي بالجد لنا بتشجع وتشعل في الفلام وعباد كذا ومشكل ما نسيش يكونوا رجال سير تيران يلعبوا نورمال، حتى نحن حتى في الديفات رانا ديما معاهم معناها فما بالك في الربح يفرحونا والحمد لله ربي ان شاء الله ديما فرحانين. Sono venuto da Brescia fino qua per vedere la SIA e tifo molto e spero che vincano. Mi ha fatto appassionare lui. هو عرف ابراهيم بالجمعيه خاطر ابراهيم تونسي يعيش في ايطاليا صاحبه بالقدا ويكوروا مع بعضهم. ابراهيم جارديان تونسي في بريشيا وعرفوا هو بالسيا وجاوا اليوم ديجا جروب عندنا جروب اثنين ما شاء الله الكلهم جاوا يتفرجوا في السيا في الجمعيه ان شاء الله. Perché proprio è una squadra che mi è subito entrata nel cuore, mi è piaciuta molto e poi anche perché ha tanti tifosi, esatto. هو حكاية على الافريقي قال لك نمشي نشوف كان الجمهور الافريقي في الاوروب ودخلت في قلبي ما نعرفش فريق الشعب هو دخل في قلبي. Una cosa che mi ha fatto piacere è che i miei compagni Ilias e suo padre amano questa squadra, quindi io l'amo quanto loro. We support the club Africa from all over the world, from Italy, from Inghilterra. Forza Africa, forza club Africa, forza, forza. قال لك عندي صاحب اسمه ليس تونسي هو اللي عرفني بالسيا وغرمني بها برشا 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 واحنا نمشيو للانجلتير نتفرجوا في الاطراح ونتفرجوا في اما الفريق عجبتنا خاطر فريق الشعب وكا هو عطيت الماريو عطيت كل شيء على خاطر نعرف كلوبيست في الدم هو تولد هو كلوبيست نعرف هكا هو ما هو صغير هو كلوبيست هو تولد كلوبيست حتى غادي نتفرج فيها نتبع فيها كل ماتش نتبع فيه هذاك هو شنو اكثر حاجه الجمهور احسن عجل الجمهور نحبه هذوما ياسين ديجا ما ثم غابوا على حتى ترح احكي ياسين احكي يوسف على الفريق صحيح كنت صغير كنت يز في يبال باش نتفرج في الماتش عندي تصور بابا يزني للتيران وهاني لتو مازال يز في الماتشوات الكل زيتو مستحفظ عاد ساكر الماتشوات الكل مشيت لهم فما حتى ماتش فلت جينا من العائله وجبنا توت لا فامي نتفرجوا في الفريق وديجا عملنا عملنا لاسيون حاجه اليوم باش نتفرجوا في الفريق من الصغر من قد ايه عمري بابا؟ من اللي صغير من اللي صغير من اللي بيبي برشا برشا مصرال في جديد ترى عندنا بس حمدي العبيدي وسيم اري درابو ما تقدر درابو من الصغر نحب فلان كليب ديما موجود وسنا معاملين ان شاء الله برشا تتروات وبرشا فرحه وبرشا ما عندناش صيف الصيف نتاعنا في المدارج ميركاتو ان شاء الله الجوارات اللي شفناهم لعبوا قدموا الاضافه وما زلنا ما زالت فما برشا جوارات اخرين ان شاء الله باش نشوفوا برشا حاجات باهيه السنه الجمهور ما يسحقش ميساج بالنسبه للهيئه نقول لهم الفلوس
وفروا بها جوارات حتى للهوند والباسكيت تلهاو بها شويه خاطر كانت فروع كانت تفرحنا هذيك. بالطبيعه خويا مازال كابت هون كل شيء على خاطر الكليب خويا، الكليب سنه ترى با شامبيون خويا ظاهر سنه خويا حاضر الكليب سنه ان شاء الله ربي يجيبنا في السواب وكاهو الامريكيين يخدموا على ارواحهم وانا معاهم كاهو. جيت نحب الافريقي انا جيت نفرج في الماتش ان شاء الله مربوحه ونزل بطوله السنه. هو جمهور الكليب ديما حاضر مع الجمعيه، جمهور الكليب ضحى برشا مع الجمعيه هذه ومازال يضحي وما عندوش مزيه. ان شاء الله توا الكليب كي تنحى عليها المشاكل بحول الله وجه جديد وان شاء الله القادم خير. والله الانتدابات باهين، سيبلي جوارات ماهمش كبار ياسر فهمني باش الجمعيه تطلع وحده وحده، وهذيك احسن سياسه. ما حطوش في مخاخم البطوله فهمتني من توا، وحده وحده تجيب طبيعتها. رايك في الانتدابات اللي قامت بهم الانتداب؟ مبدئيا بون غروسو مودو الحمد لله اللي جاء ان شاء الله يكفي ويوفي فهمني مبدئيا، واحنا حاطين معناها امان عليهم وباذن الله لاباس، باذن الله لاباس احنا فاعلين خير وباذن الله لاباس. خانة ولا برد كما تعرف جمهور الكلوب ديما حاضر، كلك سوا الطقس كلك سوا الكونديسيون الكل ديما جمهور الكلوب تلقاه وراه في بلاصه. اكيد جوارات باهين ان شاء الله احنا معاملين عليهم معاملين على فكتيف القديم زاده كما ترى عملنا المالجري صعيبه ما غير ريكريتمون وصلنا بلاي اوف وصلنا حتى نلعبوا على البطوله ان شاء الله السنه بالريكريتمون هذوما ان شاء الله فما حاجه به. نعرف سيرتو الهيئه المديره نعرف المسؤوليه اللي خذيتها ما هي سهله جمله، صحيح الجمهور وقف معها بالكدا ان شاء الله تكمل تقدم هكا وان شاء الله من حسن الى احسن. بالنسبه للجواريات المريول راورزين واحنا معاكم جست بلو المريول واللي يصير ان شاء الله ما يصير كان الخير وحتى كان غير هكاك واقفين معاكم. يا خويا اكيد ديما جماعيه ديما حاضرين ملي هبط المريول مشينا ديريكت خذينا المريول الجديد وان شاء الله قلت ربي اثنين مربوحه ثلاث بطوله اثنين باب جديد والاولاد الكل جماعيه والله ان شاء الله ان شاء الله يعطوا الاضافه ان شاء الله ان شاء الله ميركاتو باهي ان شاء الله يعطوا الاضافه ان شاء الله يعطونا حاجه البلوث الكلوب ونتمنى يعطونا الاضافه ان شاء الله. والله ان شاء الله تكون الامور الاداريه منظمه خلي الامور الرياضيه تبع بقدرة ربي ان شاء الله. كلبستي من الزغره فريقي داو فريقي داو والله ان شاء الله ان شاء الله سنين نعطوا حاجه بها واحد متعامل للجمعيه في الكاف الواحد عندنا سنين ان شاء الله باصرار في الاولاد يدو ان شاء الله نعملوا حاجه مزيانه وكهو خويا ذاك نحن بطبيعتنا نحن حابين الفريق نتبعوها خاسره رابحه ما على بالنا بحد شيء لا سكور لا تيترويات لا حد شيء نحن حابين الشعار هذا ان شاء الله ربي خويا يفضل هنا والاداره بها تخدم على رواحها ان شاء الله نكملوا نخلصوا الديون هذاك يعني اللي حاجتنا به السنه ما حاجتنا بحد شيء نكملوا خلصوا الديون نتاعنا وبعد نقفوا على ساقينا وان شاء الله ديما القدام خير يا رب. على بالنا لا بالبحر لا حمامات لا سوسه لا وتله لا حد شيء هيا خويا نتاعنا هذه جمعيتنا هذه دنيتنا هذه حياتنا لهنا كي تبدا سخانه 50 ان شاء الله خويا مربوحه وكاو. بالطبيعه خويا شكون ما يحبش الكلوب ما توحشهاش معناها ما حاجتناش بها انا ماذا بينا الشامبيونات جرار معناها تروحوا ورا خوه فهمتني شهرين خويا كانوا متعداو عامين. بون واحد كالعاده ديما مسجل حضوره في البارك فهمتني سيونز دونترينمون يحضر معناها فهمتني رجعت خويا الشامبيونات رجعت الروح الساد رادس فهمتني بعد غياب معناها شهرين ان شاء الله خويا ان شاء الله بروح جديده الجمعيه ترجع بالانتدابات الجديده نشوفوا وجه خير للكلوب افريكا وقايد ذالي فرحه. شنو والله خويا مادام يلبس الشعار خويا ويهبط يلعب قدام 30 و 35 الف متفرج في رادس ولا في اي استاد وين ما يمشي يلقى جمهور الكلوب لازم يعطي ما عنده باللي باش يكون كيهبط يلعب ساق واحده فهمت خويا معناها الحقيقه معناها الانتدابات في بلاصتهم قيمه كما نقولوا جوارات جاوا فان كونترا بلاش فلوس جواعه نتاع كوره يحبوا معناها يفرضوا اساميهم في الكلوب افريكا يوريوا وجه به قدام الجمهور فهمتني وهذيك هي خويا العمال على ربي تو ما بقى حتى شيء كان 10 جول في التيران خويا الغالي و40 الف خويا في الستاد يدزوا مع الجمعيه دقيقه 90 كالعاده وان شاء الله بحول الله فما كان الخير السنه عاديه على الاخر نجيو خويا سخانه 50 شتات صب ثلج يصب مع لبناش ديما مع الكلوب افريكا خويا وين الحمراء والبيضه وين جمهورها يا ولدي يكذب عليك يسجل الجواريات خويا ما فيهاش السنه بحول الله العمل على ربي وعليكم ناويين على التيتر خويا شامبيونا عندنا كاف نلعبوا على الوجهتين مادام تلعب في الكلوب افريكا مادام تطمع في تيترويت الكل تلعب عليهم ان شاء الله فما حاجه سنه تفرح جمهورك ما فيهاش الجمهور لازم يفرح السنة بإذن الله وقص لابون موم تاعك والفراج يستنى فيك بحول الله السنة فما فرحة بحول الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.